اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 52 اللي بعنوان مالتيبلاينج باي 9 يوزنج ديفرنت استراتيجيز. احنا كنا واخدين قبل كده يا اولاد التيبلز لحد 8. الدرس ده احنا عايزين نشوف المالتيبلز اوف 9. احنا طبعا كل تيبل قلنا نحفظه علشان بيسهل علينا ان احنا نحل بسرعه. وكنا خدنا لحد تيبل 8، وكان تيبل 10 اللي بعد ال 9 كان سهل جدا، بحط زيرو قدام النمبر على طول اللي هو قايله لي. لكن تيبل 9 بقى نتصرف فيه ازاي؟ هل في طرق سريعه ان احنا نقدر نجيب بيها المالتيبلز اوف 9؟ في طرق كتير قوي. هناخد اهم طريقتين. اول طريقه عندنا اسمها الفينجر تريك ستراتش. هنعمل ايه؟ هتفردوا ايديكم الاثنين كده على التيبل وتوضحوا الفينجرز، يكون كل الفينجرز مفروده. وبعد كده هنعلم الفينجرز بتاعتنا من الليفت، يعني هنعدهم من الليفت. اول واحد على الليفت ده 1، وبعد كده 2 3 4، ده الفينجر نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 اند سو اون. خلاص يبقى ايدينا قدامنا، اعملوها دلوقتي معايا. حط ايديكم الاثنين كده على ايه، على التيبل اللي انت قاعد عليها، وعلم الفينجرز بتاعتك. طيب هنيجي بقى نقول مثلا 4 تايمز ال 9، يعني ال 9 عايزين نكررها 4 تايمز، تدينا ايه؟ انت شايف بعينيك النمبر ايه؟ النمبر 4. تيجي على الفينجر نمبر 4 وتتنيه كده، يلا اعمل معايا كده دلوقتي وانت ايديك كده على الديسك، اتني الايه؟ اتني الفينجر نمبر 4. هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي الفينجر ده قسم لك الفينجرز كلهم لجزئين، ادي جزء اهو، وادي كل دول ايه؟ مجموعه ثانيه، يعني دول ودول مجموعه ودول مجموعه. المجموعه دي فيها كام؟ فيها 3. ودول كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى على طول الحل بتاعنا 36. يبقى الفينجر ده هيقسم لي الفينجرز كلهم الصوابع كلها لجزئين، جزء على اليمين وجزء على الشمال. عد اللي على اليمين هنلاقيهم 6، عد الشمال هتلاقيهم 3. يبقى الحل بتاعنا 36، سهله قوي قوي. يلا ناخد تشيك كده على الايه، على الجزء ده. بيقول لي solve the following 2 times 9. اتفقنا، حط ايدينا قدامنا ونيجي نشوف. هو بيقول لي 2، يبقى الفينجر نمبر 2 نقفله كده، اللي هو ده الفينجر نمبر 2. طب بعد ما قفلته هنلاقي ان الصوابع بتاعتنا اتقسمت لجزئين، ده جزء اهو وادي جزء تاني. هنا في كام صباع؟ هنا في 1، وهنا في كام فينجر؟ هنا في 8. يبقى الحل بتاعي 18، سهل قوي. يلا هنا 6 تايمز ال 9، ال 6 دي يعني ايه؟ الفينجر نمبر 6 نقفله، اللي هو مين؟ اللي هو ده اهو 1 2 3 4 5 6. يبقى ده نقفله. لما نقفل ده يبقى انا الفينجرز كلها او صوابعنا كلها اتقسمت جزئين، ادي جزء كده اهو وادي جزء ايه؟ وادي جزء تاني. هنا في كام فينجرز؟ في 5، وهنا في كام فينجرز؟ في 4. يبقى الحل بتاعي 54. طيب يلا هنا الفينجر نمبر 7 هو مين؟ ادي 1 2 3 4 5 6 اند 7، هو ده. وبعد ما اتنيه هلاقي ان الفينجرز بتاعتي اتقسمت جزئين، ادي جزء وادي ايه؟ وادي جزء. دول كام؟ دول 6، ودول كام؟ ودول 3. طيب يلا هنا لما نشيل ده الفينجرز اتقسمت قد ايه؟ جزئين، مفيش حاجه هنا، لكن على الرايت بس كام؟ 9. يبقى الحل بتاعنا ايه؟ 9. تمام؟ اتدربوا عليها عشان دي اسهل طريقه نعملها بايدينا لتيبل 9. نيجي نشوف الطريقة التانية اللي هنقدر نجيب بيها تيبل 9. بنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين هنا بنكتب الايه؟ المالتيبلز بتاعت ال 9. نكتب كده 1 تايمز 9، 2 تايمز 9، 3 تايمز 9، نكتبها بالترتيب هنا من ال 1 لحد ال 8، ومن هنا نكتب الايه؟ نحط ال 9 تحت بعضيها كده. نحل ازاي بقى؟ 1 تايمز 9 طبعا سهلة، عبارة عن 9. نكتب أول حاجة ايه؟ 9، وبعد كده نقلل 1، طول ما احنا ماشيين لتحت نقلل 1، نقول كده 8 7 6 5 4 3 2. وبعدين نيجي من الاول تاني، ده موجود ايه؟ 9، وجنبه 0، 9 بلس 0 يديني 9. هنا موجود 8، نعمل ايه عشان نكملهم 9؟ لازم ازود جنبيه 1. هنا موجود كام؟ 7، ازود عليه كام علشان يبقى 9؟ ازود 2. هنا موجود 6، ال 6 ازود عليها كام عشان تبقى 9؟ ازود 3. وهنا ازود كام على ال 5؟ 4. نزود كام على ال 4؟ 5 عشان تبقى 9. ال 3 عشان تبقى 9 نزود كام؟ نزود 6. ال 2 نزود كام؟ نزود 7.
وعندي برضو ال 9 تايمز مين؟ ال 9 يديني كام؟ ال 2 دي نخليها 1 لان انا بنزل 1 وال 1 ازود عليه كام عشان يبقى 9؟ ازود ايه؟ ازود 8. طيب تعالوا نشوف طريقه ثانيه. احنا قلنا اول حاجه نعمل ايه؟ نعمل 9 وبعد كده 8 7 6 5 4 3 2 and 1. نيجي نبص هنا بقى، شايفين النمبر ده يا ولاد؟ النمبر ده نقلله 1، دايما نقلله 1. يعني هنا ال 1 لما يقل 1 يبقى 0 ما نكتبش حاجه، ال 2 نقللها 1 تبقى 1، ال 3 لما نقللها 1 تبقى 2، ال 4 لما تقل 1 تبقى 3، ال 5 لما تقل 1 تبقى 4، ال 6 لما تقل 1 تبقى 5، وال 7 تبقى 6، وال 8 تبقى 7، وال 9 تبقى 8. يبقى اهم حاجه نعرفها ايه هي؟ ان تيبل 9 لازم اليونتس بليس والتنس بليس الاثنين دول يبقى الصم بتاعهم 9، 2 7 9 3 6 9 4 5 9 5 4 9. دي برضو مهمه قوي وملحوظه هتفيدنا كتير. تعالوا كده ناخد اكسرسايز بسيط عشان نعرف قد ايه الدنيا سهله. بيقول لي سولف ذا فولوينج باي يوزنج الباترن. ايه هو الباترن؟ ان انا عارف ان التو نمبرز دول لازم يكونوا 9. طب انا عندي هنا ايه؟ 3. بنعمل ايه؟ نقللها 1 تبقى كام؟ تبقى 2. ال 2 نزود عليها كام عشان تبقى 9؟ نزود 7. يبقى 3 تايمز ال 9 ب 27. هنا 9 تايمز ال 6 نخليها ال 6 تايمز الايه؟ ال 9، ما هم الاثنين زي بعض. طيب ال 6 لما ننزل منها 1 تبقى كام؟ تبقى 5. محتاج كام على ال 5 عشان تبقى 9؟ محتاج 4. يبقى ال 9 تايمز ال 6 ب 54. هنا برضو 9 تايمز ال 4 نخليها 4 تايمز ال 9 عشان ما يتلخبطش. ال 4 دي لما انزل منها 1 تديني كام؟ تديني 3. ال 3 بقى ازود عليها كام عشان تبقى 9؟ ازود 6. يبقى 9 تايمز 4 36. يلا 5 تايمز ال 9 على طول ننزل من ده 1 يديني 4. ازود على ال 4 كام عشان تبقى 9؟ ازود ايه؟ ازود 5. يبقى زي ما انتم ملاحظين يا اولاد لازم الاثنين دول الصم بتاعهم يكون 9. 2 7 9 5 4 9 3 6 9. يعني انت لو عرفت ديجيت سهل قوي اجيب الديجيت الثاني. نيجي نشوف الطريقه اللي بعد كده اللي هي طريقه السكيب كاونتنج. طبعا طريقه السكيب كاونتنج معتمده ان احنا نكون عارفين ان اليونت سبليس والديجيت سبليس الاثنين الصم بتاعهم 9. يعني ال 9 لو جينا في التشارت من اول ال 1 لحد 120 هنلاقي هم دول الايه؟ المالتيبلز اوف 9. نلاحظ فيهم ان ال 9 دي موجوده في اليونت سبليس، لازم تقل وانا ماشي، لما اجي اعمل سكيب كاونتنج اقللها تبقى 8 7 6 5 4 3 اند سو اون. وبعد كده النمبر ده نزود عليه في التنس بليس لحد ما يوصل ل 9. تعالوا نشوف التشيك ده ونشوف هنحل ازاي. هنا النمبر عندي ايه؟ 45. عايزين نعمل سكيب كاونتنج باي 9. هنا بنزود ولا بننقص؟ لا بنزود ايه؟ بنزود 9. طيب هنزود 9 ازاي؟ نيجي على اليونتس نقللها، هنا 5 هنا 4 يبقى هنا 3. اول ما اجيب واحد خلاص انا ممكن احلها على طول لان انا عندي الديجيت ده، نزود كام على 3 علشان تبقى 9؟ نزود 6. وممكن اقول ايه؟ 4 5 6 اند 7. اوكي طيب تاني، يبقى انا عندي يا اما هنزل 1 من اليونت سبليس يا اما هزود 1 على التن سبليس. طب نيجي نبص هنا، ادي عندي 1 2 يبقى هنعمل ايه؟ 3 4 اند 5. واعمل ايه في ده؟ ننزله هنا 8 7 يبقى 6 5 اند ايه؟ اند 4. يبقى الباترن بتاع ال 9 سهل جدا جدا. التن سبليس تزوده 1 واليونت سبليس نقلله. طيب هناخد سؤال يا اولاد، لو قال لي انت عندك نمبر، النمبر ده مالتيبل اوف 9 يعني ده من تكرارات ال 9، وهنا موجود 3 يبقى هنا موجود كام؟ نعمل ايه؟ نقول على طول ال 3 نزود عليها كام عشان تبقى 9؟ نزود عليها 6 يبقى 36. لو جيت قلت لك ده كده مالتيبل اوف 9 وهنا عندي 7 يبقى هنا في كام؟ 7 ازود عليه كام عشان يبقى 9؟ ازود 2. يبقى المالتيبل بتاعي 72. لو قلت لك عندك مالتيبل اوف
واليونتس بتاعتك فيها 4، يبقى التنسي فيها كام؟ نقول كده الفور نزود عليها كام عشان نوصل للناين، نزود عليها 5، نحط الفايف هنا، يبقى المالتيبل اللي انا بتكلم عنه 54. طب يلا هنا 63 بعديها 72، عايزين نزود 6 7 8 اند 9، واعمل ايه هنا؟ 3 2 يبقى هنا 1 وهنا 0 ايه؟ ما اكتبوش، يبقى 9 بس. طيب ال 9 دي موجوده في اليونتس ولا في التنس؟ في اليونتس، اليونتس بنقللها، يبقى 9 8 7 and 6. يلا نحط بقى التنس بليس. بعمل ايه في التنس بليس؟ هنا ال 8 احط عليها كام عشان تبقى 9؟ نحط 1، يبقى ال 1 اهو. يبقى هنا 18، 1 2 يبقى هنا 3. سهل قوي. يبقى السكيب كاونتنج بتاع ال 9 من اسهل ما يكون. يلا هنا 3 4 يبقى 5 and 6. طيب هنا 6 5 يبقى 4 and 3. التنس بليس بنزودها واليونتس بليس بنقللها. هنا 2 يبقى 3 4 اند 5، ال 7 نقللها تبقى ال 6 5 اند ايه؟ اند 4. يعتبر من الدروس السهله جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. نيجي نشوف الطريقه اللي بعد كده اللي هي ال 10 facts strategy. ايه الطريقه دي؟ طريقه برضو من الطرق السهله. لو انا عايز اجيب مثلا 4 times 9 نعمل ايه؟ نتخيل في دماغنا ان احنا بنجيب 4 times 10. لما نجيب 4 times 10 يديني كام؟ يديني 40. طب وبعدين انا عايز اجيب 4 times 9 مش 4 times 10. لا، ما احنا هنوصل ال 4 times 10 ونشيل منها النمبر ده. يعني اقول كده 40 ماينس ال 4 يديني كام؟ 36. يبقى ال 4 times 9 30 ايه؟ 36 على طول. طيب نجرب حاجه كمان. لو انا عايز اجيب 3 times 9 اقول ايه؟ نتخيل ان احنا بنجيب 3 times 10 تبقى كام؟ تبقى 30. ونشيل من 30 كام؟ 3. 30 ماينس 3 نكاونت داون باي 3 يبقى 29 28 27. يبقى دي كام؟ 27. واحده كمان ناخد مثلا 2 تايمز 9. اتخيل 2 تايمز 10، 2 تايمز 10 سهله 20 على طول، وال 20 نشيل منها 2 تبقى 18. طريقه سهله جدا برضو وجميله. يلا ناخد التشيك ده. عايزين نجيب 8 تايمز 9 نعمل ايه؟ اتخيل ان انا بجيب 8 تايمز 10 تبقى كام؟ 80. وال 80 ديت نشيل منها الايه؟ نشيل منها ال 8. يعني ال 80 اشيل منها ال 8 دي يديني كام؟ يديني 72. يبقى على طول 8 تايمز 9 70 ايه؟ 72. يلا ناخد براكتس جميل كده ونتدرب عليه. هنا 3 تايمز 9 نعمل ايه؟ اكني بجيب 3 تايمز 10 يديني كام؟ 3 تايمز 10 يديني 30. يلا نشيل 3 من ال 30 يديني 27. وممكن نستعمل برضك الطرق التانية. دايما الطريقة بتاعت التن دي نجيبها في الحاجات الصغيرة مع التو مع الفور، عشان لما اشيل من النمبر اللي هيجي لي تبقى سهلة. يعني 6 تايمز 9 اجيبها بأني طريقة اسهل؟ اجيبها بالطريقة اللي اتعلمناها قبل كده اسهل. ال 6 دي ننزل منها 1 تبقى 5، ونزود على ال 5 كام عشان تبقى 9؟ نزود 4. لكن لو هنستعمل الطريقة بتاعت التن 6 تايمز 10 يديني 60. تعال نشيل بقى من ال 66 هن ايه؟ هنكاون داون اكتر عشان نوصل لل 54 هننزل كتير. طيب يلا هنا 9 تايمز ال 5 هي 5 تايمز مين؟ ال 9. ال 5 نزل منها 1 يديني كام؟ يديني 4. نزود كام على ال 4 عشان نوصل لل 9؟ نزود ال 5. 1 تايمز ال 9 سهله. 2 تايمز ال 9 نعملها بطريقه ال 10 اكنها 2 تايمز 10 ايكوال 20، وننزل 2 تبقى 18. 4 تايمز 9 نتخيل في دماغنا ان احنا بنجيب 4 تايمز 10 تبقى 40. نشيل من ال 40 4 يديني كام؟ 36. كل دي طرق سهله. طب يلا 9 تايمز ال 8 هي ال 8 تايمز ال 9. وبنعمل ايه في ال 8؟ نشيل منها 1. اي حاجه معمول لها تايمز لل 9 ناخد منها 1 ونحطها في ايه؟ في التنس بليس. يعني ال 8 نشيل منها 1 تبقى 7، ونحط ال 7 في التنس بليس.
السيفن نزود عليها كام عشان تبقى ناين؟ نزود تو. طيب اي حاجة تايمز زيرو بزيرو على طول. يلا نشوف الاكسرسايزز الجميلة دي. سيفن تايمز الناين نعمل ايه؟ السيفن نشيل منها وان تبقى سيكس. ازود على السيكس كام عشان تبقى ناين؟ نزود سري تبقى سيكس تسري. يبقى نوصل دي بديكاس. طب هنا 9 تايمز ال 5 اي حاجه معمول لها تايمز مع ال 9 نشيل منها 1. ال 5 لما اشيل منها 1 تبقى كام؟ تبقى 4. وال 4 ازود عليها كام عشان تبقى 9؟ 5. تبقى 45. يبقى دي كده مع دي كده 4 تايمز ال 9. ال 4 ننقص منها 1 تبقى 3. ازود على 3 كام عشان تبقى 9؟ نزود 6. هنا 8 تايمز ال 9 ال 8 اعمل فيها ايه؟ انزل منها 1 تبقى 7. ازود على 7 كام عشان تبقى 9؟ ازود 2. يبقى عندي 72. اكسرسايز جميل وسهل. والمالتيبليكيشن باي 9 دلوقتي بعد ما اتعلمنا مجموعه الاستراتيجيز دي بقى سهل جدا. يلا هنا كومبليت. جميل قوي ده بقى. 8 تايمز 9 ايكوال 36. بص على التنس على طول وزوده 1 يبقى 4 تايمز الايه؟ ال 9. هنا التنس بليس في ايه؟ في 1. نزود عليه 1 يبقى 2. ليه؟ لان انا بعمل ايه في التنس بليس؟ انا لما كنت بشوف ده هنا معمول له مالتيبليكيشن مع ال 9 كنت بنقصه 1. يبقى انا لما اشوف البرودكت ازود ده 1 اعرف مين اللي كان معمول له مالتيبليكيشن مع ال 9. ها؟ حاجه تايم 9 تديني 9 1 على طول. ايه تايمز 9 يديني 7؟ هي التنس بليس دي كنت بجيبها ازاي؟ كان اللي موجود هنا بقلل منه 1 يديني ده. يبقى انا ازود بقى عليه 1 المره دي يبقى يديني 8. نيجي هنا 9 تايمز ايه يديني 81. نبص على التنس بليس كان بيجي لي ازاي؟ اروح اشوف اللي معمول له مالتيبليكيشن مع ال 9 وننزل منه 1 يطلع ده. يعني معنى كده ان ال 8 جت منين؟ من 9. طيب ايه تايمز 9 دي 27. اجي على التنس بليس ازود عليه 1. معنى كده ان هي كانت 3 تايمز 9. وانا لما كنت بشوف اي حاجه معمول لها تايمز لل 9 كنت بنزل منها 1 واحطها في التنس بليس وازود على التنس بليس لحد ما اوصل لل 9. نيجي هنا التنس بليس في 5 دي جت منين؟ اللي معمول له مالتيبليكيشن مع ال 9 بنقص منه 1. يبقى ال 5 دي جت ازاي؟ ايه اللي اشيل منه 1 يديني 5؟ ال 6 طبعا. يلا اللي بعديها التنس بليس موجود فيه 6 يبقى ايه اللي كان معمول له مالتيبليكيشن مع ال 9 وشلنا منه 1؟ اداني 6 طبعا الايه؟ ال 7. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون. ليسون جميل جدا اتعلمنا فيه ان المالتيبليكيشن تيبل بتاع ال 9 سهل مش صعب لان في باترن. والباترن ده انا عارفه. ايه هو الباترن؟ ان اليونت سبليس يا اولاد اليونت سبليس والتنس بليس لازم يبقوا 9. اليونت سبليس والتنس بليس الاثنين دول لما احطهم مع بعض يديني 9. ده اول باترن. وايه الباترن الثاني؟ الباترن الثاني ان اي حاجه معمول لها مالتيبليكيشن مع ال 9 انزل منها 1 واحطها في التنس بليس على طول. وتعلمنا برضو حاجه اسمها التين فاكت استراتيجي ان انا ممكن اعمل للنمبر ده تايمز 10 واعمل له بعد كده ايه؟ ماينس. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.